التفجيرات دي شغل المخابرات الحربية، شغل مخابرات عبد الفتاح السيسي، شغل مخابرات الكيان الصهيوني الذي ولا اليهود ولا الصهاينة على قتل إخواننا في كل مكان. ليس جيش مصر، هذه ليست مخابرات تحمي أرض مصر وحدود مصر ومقدسات مصر الإسلامية الذي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن عبد الفتاح السيسي، هذه شغل مخابرات عبد الفتاح السيسي، هذه التفجيرات حصلت عشان عبد الفتاح السيسي، عشان القوانين الجائرة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنقول إن تفجير اللي حصل في شبرا الخيمة حصل قدام مديرية الأمن، قدام مبنى الأمن العام. يعني الأمن العام يعني في قلب، يعني في قلب القاهرة، وما دام تفجير في قلب القاهرة المفروض ان هو بيكون مؤمن. ازاي قدرت عربية قد دي فيها اكتر من كذا طن تصل قدام المبنى وتنفجر ومفيش اي مسؤول يقدر يشوفها ولا اي كمين عدت عليه قدر يكتشف ان فيها عربية متفجرات تصل لقلب القاهرة؟ امال فين الامن والامان اللي هم بيقولوا عليه؟ التفجيرات دي كلها صناعة مخابراتية وصناعة السيسي وداعش وبلاك بوك وكل الكلام ده كله ده تبع السيسي. اما الاخوان لو هيفجروا كانوا ساكنين على الناس اللي ماتت ده من زمان، لو كانوا يفجروا ما كانوا فجروا بعد الناس اللي ماتت في رابعه، ولا الناس ماتت في النهضه، ولا الناس اللي بتموت كل يوم وفي كل لحظه. يبقى ساكنين على تفجيرات وساكنين على نفسهم؟ لا، هم الاخوان كل حاجه مقاسها خلاص، هي بقت الشماعه اللي مش عارفين يعملوا حاجه عليها، اللي بيتعب حتى الشمس، الحراره اللي جت قال لك الاخوان اللي حطوا الحراره فوق الناس.